السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس فيسبوك بعت لي تنبيه أو تحذير، أو هو شك إن أنا ناوي إن أنا أنتحر، فبعت لي تنبيه وبيقول لي خلي بالك، تمام، وأعمل لي حظر للحساب بتاعي. هي اليومين اللي فاتوا دول أنا متوقع إن يجيلي حظر بسبب شتمت في إسرائيل، شتمت هنا، يعني تمام. بس الحمد لله ما جاليش أي حاجة خالص، لأن الواحد بيحاول يفهم الخوارزميات اللي الفيسبوك بيتعامل معاها وبيبدأ يتعامل معاها. يعني على سبيل المثال، لو انت قعدت تكتب هاشتاج 10 مرات فالفيسبوك بيعتبره هاشتاج واحد بس. اي هاشتاجات محطوطة في الكومنتات ليس لها قيمة ولا بتتحسب، لانها مش تويتر. تويتر الريبلاي بيتحسب، بتدي عدد كبير، وهو بيبدأ يعمل كده وكده، يقول لك اكتر هاشتاج متداول. انما في الفيسبوك لا، ما لهوش علاقة بالموضوع ده. فالناس تبذل جهد في حاجه ملهاش لازمه. برضو ممكن تعمل حاجه بسيطه خالص، تكتب براحتك. يعني بص الكلمه دي انا مثلا ايه، هكتب مثلا انت عايز تكتب اسرائيل، فبتكتب اسراء بدل حرف الالف، لا خليها ال مثلا، تمام. فاي حد، ما حد يعني استحيل حد يفهم ان دي ال وليس الف، اوتوماتيك العقل البشري هيقراها. فالخوارزميات اللي احنا بنعملها وكده بتخليش اي كمبيوتر او اي خوارزميات تقدر تقفش انت بتكتب ايه او تشتم ايه. وثانيا، احنا مش بنشتم في اليهود او بنعادي اليهود، اليهود ديانة من الديانات السماوية، لكن احنا ضد الصهيونية واحتلال ارض الغير والاعتداء على الاراضي الاسلامية والاعتراض على قتل البشر وتهجير ناس قاعدة في بيوتهم في حي الشيخ جراح، وده كان طبيب صلاح الدين. طيب تعال نشوف. أنا على طول عادة يعني بيجي لي إيه حظر، لأن أنا مثلا كتبت حاجة ضد سيادة الدولة الصهيونية فبيجي لي كده. فأنا بغيت إن أنا جاي لي حظر، هو فهم إن أنا بتكلم في الانتحار، فبعت لي رسالة لو أنت بتفكر في الانتحار ممكن تتكلم مع حد من الأصدقاء، ممكن حد من عندنا يتكلم معاك. هنبعت رسالة لأقرب مركز مقاومة للانتحار جنبي. طيب، هو الانتحار محتاج ذكاء مش عندي يعني. يعني بيقول لك الاكتئاب بيحتاج قدر من الذكاء، لذلك الاكتئاب غالبا بيسيب الضباط وليس العساكر. المهم يعني في علم النفس، يعني الكاريكاتير ده هو اللي خلاه يشك في الموضوع دوت. هو عنده تقنية اسمها OCR Optical Character Reader، إن هو لو في صورة يقدر يقرأ الكلام ويفهمه. فهو الكاركتر اللي موجود كان بيقول لك ايه، جامب اوف ذا كلايف، يعني واحد بيقول للتاني نط من هنا، الراجل يقول لا هنط من هنا، انا لو نطيت هموت. بس لما نعملها على هيئه تحدي تشالنج، جامب اوف ذا تشالنج، تلاقي الراجل نط، تمام. فهو كاريكاتير عادي، يعني مش مقصود بيه ان انا عايز انتحر، بس مقصود بيه استذاجه ان الواحد يتبع اي تحدي او اي هاشتاج. يقول لك هاشتاج ان هو يخليك حد يرمي عليك تلج، او حد ان انت تضرب حد، او حد يضربك، او التحديات الهبله اللي صدرت في الفتره ديت. فهو راح قايل لي حظر الحساب بتاعي فتره 30 يوم عادي، طبعا في 60 داهيه. كان غالبا زي ما انت شايف كده بتبقى مش عاجبه ان انا بشتم في اسرائيل، ودي كلمه لاحمد خالد توفيق الله يرحمه العراب، تمام. بس ف يعني هو مش عايزنا 30 يوم، في 60 داهيه الواحد بقى يحاول ان هو يخرج من الفيسبوك ويفتح البوك ويقعد اوبن ذا بوك ويتعلم حاجه جديده. بالعكس، يعني ان الفيسبوك تضيع الوقت وبيسبب لك حاجه اسمها المرض اضطرابي القطب. يعني وانت بتعمل سكرول او بتنزل في الحاجات اللي موجوده على الصفحات عندك، تلاقي خبر وفاة، وبعد كده تزعل، بعد كده تلاقي خبر مفرح فتفرح، بعد كده تلاقي 5 أخبار وفاة فتكتئب. فبيسبب لك أول حاجة اكتئاب، لأن الأخبار السيئة أكتر من الأخبار الكويسة، وده مش تعامل من الفيسبوك بس. هو لما تحصل حالة وفاة الناس كلها عمالة تقول إيه الله يرحمه الله يرحمه، فبتلاقي بيظهر خبر كتير. دي الفكرة، يعني هو مش بيتعمد إن هو يعمل لك اكتئاب، بس هي الخوارزميات بتاعته كده. يعني اوبر مثلا كانت عامله تسعيره عاديه، بس لما بيحصل مثلا عدد كبير عايز يتنقل من مكان لمكان التسعيره بتزيد سنه، وهكذا حسب العرض والطلب.
فمره من المرات حصل تفجير، الكلام ده في بريطانيا، فالناس كلها عايز تخرج من بوتقه التفجير لبره، تمام، فعدد كبير جدا، فضربت القيمه ب 50، يعني بدل ما هو مثلا بريال او بجنيه استرليني بقى 50 جنيه استرليني. فطبعا الناس كلها شتمت في اوبر، والناس ما عرفوش ان ده خوارزميات او ده ذكاء صناعي، ما حدش متعمد الموضوع دوت. وساعات بتوع الاوبر استغلوا الموضوع يحسنوا صورتهم، وراح قال لك اللي عايز يركب ببلاش يلا اركب اركب اركب، بدأ ياخد عدد كبير جدا ويخرجهم من منطقة التفجير اللي حصل. فبس ده كملخص التحذير من الانتحار اللي عامله الفيسبوك. وطبعا يعني المسلم بعيد جدا عن موضوع الانتحار، لان هو مدرك للعواقب اللي بتحصل، ومدرك لان في حاجة بعد الموت، ومدرك ان اللي احنا بنعيش فيه ده فترة بسيطة، بس بعد الموت بتبقى خلود في الجنة او خلود في النار. فحريص جدا ان هو يتجنب حاجه زي كده. طبعا على طول ريستراكت ريستراكت ريستراكت، الحمد لله كلها حاجات كويسه مش حاجات وحشه. احنا في مره من المرات كنا بندعو لله للناس الاجانب، فكان بنركز على الجروبات الياهو والحاجات دي كلها، والحمد لله كان عدد كويس بيأسلم. فكانت من ضمن الافكار ان احنا نبدا ندخل على الناس اللي بتفكر في موضوع الانتحار دوت، وليهم اماكن وحاجات زي كده، وفي اختبارات بيبدا يكلمك، وبدانا نتكلم معاهم، طب انتوا ايه اللي مضايقكم، طب كذا، طب ما تعرفش ان في اخره وكذا. فنبدا نكلمهم عن الدين الاسلامي، والحمد لله كان في ناس بتسلم، رغم ان الواحد الانجليزي بتاعه مش قوي، رغم ان الواحد المعلومات في الدين برضه مش كتيره، بس اعمل اللي عليك، ابدا خطوه خطوه. في ناس كتير كانت بدأت تقول لك انا اروح للسجون، الملاكم مشاهير تايسون كان بيقول لك لحد كان كلمني على الاسلام وانا في الملاكمه بتاعه، كنت اقول له يا ابني ابعد عني وسيبني اخش على البطولات، وايه الدين ده اللي يقول لك ما مالكش دعوه بالستات، مالكش دعوه بالخمر، مالكش دعوه، انا راجل منفتح على الحياه. بس لما كان في السجن وكده وبدأ يسمع عن الاسلام عجبه جدا، وبدأ يفكر فيه، وبدأ يدعو للاسلام، واصبح من الناس المتميزين جدا في الاسلام زي محمد علي كلاي وهكذا. بس دي ملخص القصة، وحبيت بس ايه ان احنا نحط شوية فوائد سريعة كده. جزاكم الله خيرا.